وخاطب فيها الازواج برضو بوست منتشر، وانا حابه اتكلم على البوست ده برضو. البوست عندي بالاسم وبالبتاع، انا لما هطلعه مش هطلعه من غير الاسم. موضوع انك تختبر زوجتك او انت تختبري زوج، اولا احنا ربنا نهانا عن التجسس، فتروح تعب الزوجة اكونت فيك عشان تتجسس على زوجها او تعمل نفسها واحدة فتوقعه وتقول له اهو انت متكلم ومتكلم وكذا. ليه نحط نفسنا وضع شبهة؟ غلط غلط. ليه نحط نفسنا وضع شبهة؟ او البوست بقى اللي انتشر بيقول له عزيز الراجل هقولكوا كده، خد اجازة لمدة 21 يوم من الشغل واذهب للمنزل واخبر زوجتك انك انت فقدت وظيفتك، اشرح لها انك مضطر لاستخدام ما ادخرته من المال، وادي ال 14 يوم الجايين في مراقبة كيف يتم التعامل معك في المنزل، واكتشف من تزوجت. ايه ده؟ هو الزواج قايم على ان انا اضع اللي قدامي في فتنة؟ دي فتنة غير حقيقية ووهمية، وانت اللي مصطنعها. ايش ادراك اصلا ولا عرفك وانت كنت اتعلمت الغيب؟ وانتوا بتتأولوا على الله ان لما يحصل الموقف وتحصل المشكلة ذات نفسها هي ما تتصرفش صح؟ ليه تحكموا على كده؟ ليه تحكم عليها ان هي لما يحصل كده هي هتتصرف غلط؟ لا طبعا هتتصرف صح، لان الاختبار والابتلاء مش من العبد اللي انت مصطنعه، ده من الله، فالله سبحانه وتعالى يعطيه وهي وسع ساعتها. لكن نحط نفسنا موضع فتنه ليه؟ ونحط نفسنا موضع شبهه ليه؟ وليه تحط زوجتك في اختبار هو اصلا مش قائم؟ يلا وتشوف انت اتجوزت مين، وشوف انت بتعمل مين، وشوف الكلام ده ايه ده يا جماعة. الحاجات دي غلط، الحاجات دي تهد بيوت. انا بقول لك اهو الحاجات دي تهد بيوت. لما تروح تختبرها او تروح مش عارفة واحد تسلط، اللي يروح يتسلط على المطلقة ويا ست انا ومش عارفة ايه يا حبيبتي انا ويا كذا، دي له فوق دماغه له حواد الشات كل للمدير وطلعين من شغلك وهدديه. لكن ان احنا نقعد نحط نفسنا موضع فتنة، نقعد نحط نفسنا والتاني اللي متجوز لك هختبر زوجتي بقى، انا اقول لها ما فيش فلوس واشوف هي هتعمل ايه. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه وهي مطالبه اصلا انها تبين لك دليل الله سبحانه وتعالى، وانت اصلا ده اختبار وهمي فيك مش حقيقي. عمر الزواج ما يكون قايم على كده، وانا بحذر من الافعال دي او المقالب اللي بتتعمل. يعني انا شفت فيديو مقلب معمول، واحده عامله مقلب راجل من اللي بيعمل اللي هو كاميرا الشارع، وواقفين على ما اعرفش فين، وراحت تقول لزوجها، واحد يقول لها تاخدي 1,000,000 جنيه 3,000,000 وتطلقيه، هو قالوا له الاول قال لهم لا طبعا ولا كذا ولا انت عارف انا جبتها، انت عارف اصلا انا اتجوزتها ازاي، وقعد يقول صعوبات وكذا، وهي قالت له يعني عادي انا ممكن اخدهم نتطلق وبعدين بعد ما ناخد الفلوس نصلح حياتنا نرجع تاني. ليه؟ علشان خاطر هي بتختبر زوجها، وفي الاخر الراجل اصلا مش قادر يطلع بره الازمه، ولا قادر يطلع بره القصه اللي هم فيها ديت، وبره الصدمه النفسيه. حتى مذيعه دي يقول له انت مصدوم ليه؟ ده هي قالت لك هي بتهزر وده مقلب عامله فيها، بس الراجل مش يعني لسه في الخط.